في سياق نشر مرة ثانية وإلى اليمن، قتل قيادي ميداني من ميليشيات الحوثية وخمسة من مرافقيه في كمين نصبته المقاومة الشعبية بمدينة تعز وسط اليمن. ونقلت وسائل وإعلام يمنية أن القيادي الحوثي يدعى عبد الفتاح غلاب، وتشهد منطقة الحيمة العليا معارك مستمرة بين المقاومة من أبناء المنطقة من جهة وميليشيات الحوثية من جهة أخرى.